يجب أن يكون هناك رقابة واقعية وحقيقية على شركة سومو. يعني سومو ما تتلاعب بالأسعار، تتلاعب بالشركات، تبطي هذا تبطي خوش ولد شركة، تبطي ذيك ما تبطيها. عملية التسعيرة يجب تتدخل بها من الوزراء، الدول المحافظات المنتجة على الأقل يصير لها صوت، تدري ايش جاي يصير اليوم بالحكومة المحلية، وش ما ادري جاي يصير، وين انباع النفط، شنو لا انا هنا انا ممكن انا اعترض هسه احنا هم ما موجودين يمنا، بس ما تقول لي انت وين انباع النفط، التعاقد لعد اللجنه الاقتصاديه اللي صار لها سنوات برئاسه مجلس الوزراء، اما ما تدري اما شريك ما يدري اصلا بالسالفه شلون هاي يدري هو شريك. يعني هاي العقود استاذ عدي، هاي العقود تتوقع وتبقى بالنفط بشركه سومو لو نسخه منه رئيس الوزراء؟ المفروض لو نسخه منه المفروض رئيس وزراء والدائره الاقتصاديه واللجنه الاقتصاديه في مجلس الوزراء، المفروض هناك هيئه النزاهه الرقابه وغيرها، المفروض عندهم ديوان الرقابه الماليه، ديوان الرقابه شنو تقريره اليوم من اجى شاف ديسكاونت تقصر من المبالغ، غرامات تاخيريه تعطى بالبنايين الدولارات، عقود مشاركه، وانا قريت لك الراي القانوني يقولون لهم هذا مو خطا، انت اليوم راح تسوي خصخصه للشركه اللي هي حسب الدستور انه الحكومه من اختصاصات الحكومه الاتحاديه، راي قانوني واضح كان وكله طقوه بالحائط.